نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة لإصلاح وتأهيل النزلاء. تزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج، أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بهذه المناسبة. تحدث فيها عدد من شيوخ الأزهر عن هذه الذكرى والدروس المستفادة، كما أثنوا على هذا التوجه من وزارة الداخلية تجاه النزلاء. هذه الاحتفاليات بمختلف أنواعها، خاصة الاحتفاليات الدينية، بتعيدنا إلى ربط بالله تبارك وتعالى، فبتغير تغيير كبير. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في كل القائمين عليها، ونسأل الله عز وجل أن تدوم وأن تزيد، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. أكيد طبعا الاستفادة متنوعة ما بين دينية ودنيوية وثقافية واجتماعية وترويحية نفسية، يعني استفادة من كل نوع من أنواع الحياة، وهذا حقهم علينا. نسأل الله أن يبارك خطى القائمين على هذا وأن يجازيهم عنا كل خير. كل الإرشادات دي تبقى فيها توجيه للنزلاء على أساس يتعاونوا مع بعض على الخير. بنسأل وبنفهم، يعلمونا حاجات وبنسأل في حاجات في الدين مكناش عارفينها بقينا عارفينها، عشان نطلعوا للمجتمع ناس أفضل. رحلة الإسراء والمعراج فيها عظات كثيرة، لكننا نريد أن نأخذ منها شيئا هذا الشيء يفيدنا في حياتنا. التوقيت، الندوات الدينية والثقافية المقامة بصفة دورية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كهذه الندوة تسهم في تعريف النزلاء بأمور دينهم وتصحيح المفاهيم الدينية والفكرية لديهم، بل هي طاقة نور لاتباع الطريق الصحيح عقب انقضاء فترة العقوبة، وتسمو بأخلاق النزلاء ليبدأوا حياتهم من جديد. الصلوات الحاجة الوحيدة، الصلاة اللي فرضت هدية من رب البرية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج بدون واسطة، الصلاة فقط. في شيوخ بتجيلنا من برة بتساعدنا على حفظ القرآن وبترشدنا على ديننا، وأنا يعني كنت حافظ 10 أجزاء برة، فهنا حفظت أكتر. في شيوخ بتجيلنا وبنسمع منهم وبنفهم منهم، وغيروا حياتنا من حياة لحياة تانية خالص، وفهمنا حاجات كتير ما كناش عارفينها قبل كده. الاحتفالية بالإسراء والمعراج كانت فرصة ليستعرض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مواهبهم الفنية التي يتم إثقالها وتنميتها على يد خبراء ومتخصصين داخل هذه المراكز، حيث يجدو بعض النزلاء بأغاني دينية وبصورة احترافية تعكس الاهتمام بتدريبهم. بصراحة قطاع الحماية المجتمعية موفر لنا كل سبل الراحة عشان نطلع المواهب بتاعتنا. رحت وادي النطرون مركز إصلاح وتأهيل 6، الموضوع كان مختلف تماما، يعني الموضوع بقى بشكل احترافي أكتر، اتعلمنا ازاي ننمي موهبتنا هناك. المعايير الإنسانية في السياسة العقابية تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، الهدف هنا عودة النزيل إلى حياته الطبيعية عقب الإفراج عنه، محملا بتجربة إنسانية وثقافية وحرفية واجتماعية تعلمها في هذه المراكز تسهم في اندماجه في المجتمع ليحيا من جديد. تحرص وزارة الداخلية على تنظيم ندوات دينية وثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة المناسبات، فهذا جزء أصيل في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى تقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم الفكرية. فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل جاء لتطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة وفقا لمعايير حقوق الإنسان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.